مقلوبه الدراري. لا اسمح لنا الشباب شباب ذلك شباب اليوم كانت مؤامرة مؤامرة اليوم مدروسة لأنه كيف يعقل أنه الجمهور الرجاوي وجميع الفعاليات الرجاوية كطالب بعدم رجوع الحرس القديم. هاد الناس ارتكبوا جرائم حق الرجاء وارتكبوا أخطاء قاتلة في التسيير ديالهم، والدليل على ذلك هم الإخوان اللي قدموا الاستقالات ديالهم متوالية أو متتالية باش يطيحوا المكتب اللي كان فيه السي رشيد الأندلسي. إذا اليوم حنا جينا كمرشحين في اللائحة وكيشوفوا الإخوان المنخرطين كاملين هذه المحسلة هذه، الناس اللي كانوا كيقولوا حنا ضد هذا السيد اللي مرشح هو الأستاذ أنيس نظرا للأخطاء ديالو اللي دار البدائية والأخطاء الكارثية، واليوم جينا حنا باش زعما نفتحوا صفحة جديدة وباش نقولوا للجمهور الرجاوي حنا موجودين وباش تكون دماء جديدة. فإذا به الإخوان المنخرطين كيعبروا على أنهم أو البعض منهم حاشوا واش يكونوا رجاويين. هاد الناس ما باغيش الخير اليوم الرجاء، وانا تنقول اسمح لي انا تنقول اليوم وتتحمل المسؤوليه ديالي 14 سنه وانا منخرط. هادي اليوم مؤامره ضد الرجاء، وكنقول للجمهور الرجاوي اننا حنا جينا باش نمثلوكم ونكونوا الصوت ديالكم. في الحقيقه اليوم هو اليوم الاربعاء الاسود في تاريخ الرجاء. للاسف الشديد اليوم كنا نقدر نقرا الفاتحه على صور على على فريق الرجاء البيضاوي، انتخاب رئيس ودادي للاسف الشديد، التاريخ ديالو، الاصدقاء ديالو، وبزاف الناس زملاء ديالو كيشهدوا بانه ودادي. اليوم كنقول لكم بانه ما بقاوش الرجال في الرجاء الا الاقليه القليله للاسف الشديد. انا كنقول لكم بان المستقبل ديال الرجاء غادي يكون واحد المستقبل غامض، غادي نشوفوا الأسوأ اكثر من داكشي اللي شفناه في العهد ديال سعيد حسبان. ان لله وانا اليه راجعون، الرجاء في ذمه الله. للاسف الشديد الاخوان اللي صوتوا على هذا السيد انا يعني كنخون نفسي نجردهم من التراجويات ديالهم، حشومه وعيب وعار انتخبوا واحد رقم الخيرات ديالو 800، واحد اللي الله عدو 3 سنين ونص في السير، واحد اللي اقسم لكم بالله ما عرفش حتى مصطفى ابيض شكون هو، ما عرفش حتى خالد مسالك شكون هو. للاسف الشديد بقاو فيا الجماهير اللي كانت كتمنى انتخاب السي خلفاوي ولا السي رامي، اذا بالمنخرطين صحاب المصالح، كنقول صحاب المصالح، لا 80 صوت كتخول ليه يكون رئيس، 80 شوف القانون واضح 80 صوت كتخول ليه يكون رئيس. انا اللي غادي نقول هو هذا اليوم اللي 27 في شهر 10 2021 يوم اسود في تاريخ الرجاء وفي تاريخ الرجاويين.